السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تعلم اليابانية. Welcome to learn Chinese. Today we're going to learn how to say in Japanese what year are you in college. What year are you in college؟ يعني كم ما العام اللي انت موجود فيه في الكلية. Are هنحفظها اللي هي this. السؤال عرفنا ان هو في الاخر بكتب كلمة ك. نيجي بقى نسأل عن what year. دي جملة على بعض بنحفظها. خلاص وقت لوحدها وير لوحدها. college برضو كلمة لازم نحفظها. طيب اتفقنا ان اول حاجة هنتكلم عن بيتكلم عن الكوليج. year in college. what year يعني what يعني نان. what يعني نان. يبقى نكتب نان كده واحنا شطار. ادي النا وبعد كده ن. يبقى نان يعني وات. يير عشان تبقى وات يير يعني نانسي. دي معروفة كده يير ان كوليج. يير ان كوليج يعني نانسي. نانسي هو اللي بيسأل بيبقى فاهم هو بيقول ايه. وات يير ان كوليج يعني نانسي. ان احنا عرفنا ان نان يعني نان يعني وات. year in college ننسي. نكتب بقى الحروف ن. لازم تبقى عارف الحروف. خلي بالك لازم نحفظ الحروف مع بعض. ن بنكتبها ازاي؟ نعمل كده وبعدين كده نيجي من تحت نعمل كده وبعد كده ن. كتبنا لسه ان من شويه اهي. نتعود اتمرن على حفظ الحروف. سي. سي سهلة. نفتكر سي بان احنا قلنا قبل كده عاملة زي الماوس. بق بيقول حاجة ماوس سي. نرسم تي كيف نكتب سي. خلاص في اي مكررة يبقى ده اسمه مد. اسمه ايه؟ مد. لونج فاول. لونج فاول. لونج فاول يعني بنعمل العلامة دي بعد الحرف. يبقى نان نين سي معناها وات يير ان كوليج. خلاص ار يعني ديس. ار يعني ديس. نكتب الأول د وبعد كده نكتب س. هو سؤال يبقى أحط في الآخر كلمة إيه؟ كا. يبقى نان من سيدس كا معناها what year are you in college. نان من سيدس كا. طب كم الساعة يعني إيه؟ إيما نان سيدس كا. الساعة 9 يعني ايه؟ ها كوجي دس. ايما كوجي دس. it is this في الاخر نحطها كو يعني 9. تاي كلوك يعني نجي. how old are you؟ this cat حط في الاخر. how يعني نان. old يعني ساي. نان ساي ديس كا. خلاص وبيسأل ماري. مس ماري. ماري سان نان ساي ديس كا. خلاص والسلام. لسه في سوري لسه عندي بيقول لي I am a sophomore. I am a sophomore هو بيقول I am. واحد بيقول I am. قلنا I am الفيرب تو بي بالياباني يعني this. اهي هنكتب في الياباني this. سهلة جدا اهو. سهلة جدا جدا. اهي this اهي this. مين ما حطيتش هنا كا؟
لأن ده مش سؤال، أنا بدأ الجملة بجو I am. طيب sophomore، sophomore يعني sophomore is a student in it's like the second year in college. sophomore يعني ني ننسي ني نن سي. Sorry, we'll write this in red. ني نكتب ني ن خلاص بعد كده ن، والكلمة مكونة من ني وين ان ني والن والان اللي لوحدها، لان مفيش، بصوا كده مفيش عندي حرف في اللباني بيقول لي نن، ولا في حرف في اللباني بيقول لي نن. خلاص يبقى ني لوحدها وني لوحدها وان لوحدها، ومفيش حرف في اللباني في ان اس نس، لا ان لوحدها وسي لوحدها. خلاص والاي هنا لوحدها لان دي ماده، السي دي سهلة حرفينها احنا اي مد، يبقى احنا نعمل كده على طول، يبقى ني نن سي دس معناها I am a sophomore. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.